اليوم كنت واجدو في ثامن متجر ديال شركة أونو بوايما. المتجر اللي كيتعد هو الأكبر في مجموعة المتاجر ديالنا اللي فيه 165 متر كاري ديال قاعة العرض وكيحتوي على طابق أول مكون من 120 متر كاري فيه قاعة ديال التكوين بالنسبة للزبناء ديالنا أو الشركات كنديرو فيه دورات تكوينية ان اتوليي ديال لا ريباراسيون اي لا مينتونونس ديال لي برودوي ابل. المتجر ديالنا لاول مره كيضم لا غام كومبليت يعني المجموعه الكامله ديال المنتوجات ابل يعني كنبداو من المنتوج الاكثر شهره اللي هو الايفون لوحات الالكترونيه لي زايباد او الحواسيب ايغالمون دونك لي ماك بوك اير ماك بوك برو اي لي زاي ماك بالاضافه الى ركن مخصص 100% للاكسسوارات ابل اللي كنلقاو فيه من الشواحن الاصليه الكابلات او لي كلافي سوري دونك اي حاجه متعلقه بالمنتوجات ديال ابل. اونو كما عود الزبناء ديالها اهم وعد كتوفي به هو خدمه ما قبل البيع دونك هو النصيحه لو كونساي. دونك الزبون اللي كيجي عندنا يقدر يكون خاصو هاتف خاصو حاسوب وكما عرفش اش من الموديل غادي يبيع دونك بالكفاءه ديال المعتمدين ديال المستخدمين ديالنا والدورات اللي تلقاوها في منتوجات ابل كيقدروا يخولوا للزبناء ديالنا المنتوج اللي كيتوافى 100% مع الحاجيات ديالهم ومع الميزانيه ديالهم. ملي كتتم عمليه البيع كان لونجاجمون ديالنا او كنلتزموا مع الزبون بسنه ديال الضمانه كيدخل فيها كل شيء من غير جوج الحويجات دونك لاكاس اي لوكسيداسيون باقي لا تهرس لا قدر الله او لا دخلوا الماء ما عدا هذا اي حاجه داخله في لا غارونتي ساشون كو الايفونات الاخرين مقاومين للماء دونك كتبقى لاكاس هي اللي ما داخلاش في لا غارونتي. ان شاء الله 8 ديال نقاط البيع دابا من هنا للاخر ديال سنه 2021 غادي يكونوا 10 المحلات دونك مازال عندنا جوج افتتاحات اخرين واحد في مدينه مراكش في المركب التجاري مينا غامول وواحد ان شاء الله في مدينه فاس في حي شونت كورس اللي غادي يكون اوبيراسيونيل ان شاء الله نهايه شهر ديسمبر ان شاء الله.